بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أئمة الفقه المالكي الشيخ خليل بن إسحاق صاحب المختصر، والإمام أبو البركات الدردير صاحب الشرح على المختصر، والإمام الدسوقي صاحب الحاشية على الشرح الكبير، والإمام الشيخ عليش صاحب التعليق. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم إن شاء الله. لازلنا نتحدث عن مبطلات الصلاة. الشيخ بيقول: وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها، وتصير الرابعة أولى فيتداركها بيسجد سجدة. إيه الحكاية دي؟ واحد زي حالتك ده تقدم في السن، وبعدين صلى الظهر، هو بعد ما صلى الأربع ركعات تذكر على أنه هو كل ركعة كان يسجد سجدة واحدة بس. طب يعمل إزاي؟ صلى الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكل ركعة تذكر أو جاء في ذهنه تصور أنه في كل ركعة إيه؟ كان يسجد سجدة واحدة فقط من الأربع ركعات. ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يقال له: اسجد سجدة ثانية الآن عشان تتمم الركعة الأخيرة، ويعتبر دي أول ركعة بالنسبة لك، وبطلت الأولى والثانية والثالثة. ها؟ خدت بالك من الحتة دي؟ طبعا ده تصور بالنسبة للشباب يمكن بعيد غريب شوية، لكن بالنسبة للناس اللي زي حالاتنا أمر عادي جدا بيحصل. وبرضه انت جايكم الايام برضه هتمر عليكم المرحله دي برضه، فخذوا بالكم منها، خذوا بالكم منها. واحد صلى صلاه الظهر او العصر او العشاء او المغرب، ثم في النهايه تذكر ان هذه الركعات كان يسجد سجدات واحده، زي ما يركع ركوع واحد بس سجده ايه واحده. يقال له: اصلح الركعة الأخيرة دي، إصلاحها سهل. إيه سهولتها؟ تأتي بسجدة ثانية وبذلك تكون كملت عندك إيه ركعة، وتكون الأولى والثانية والثالثة بطلت، وتعود الرابعة كركعة إيه أولى، وعليك أن تأتي بثلاث ركعات. وضحت المسألة أظن؟ ها؟ ها؟ نستنى بس الان، احنا الحته دي السجود مش هيبطل الصلاه، لكن لا يبطل ترك ركن من اركان الايه الصلاه. فالسجده التي تركها ابطلت كل الركعات، وامكن تدارك الركعه الايه الاخيره فقط. طيب نعم، قبل أن يسلم الشرط أنه يتذكر قبل إيه أن يسلم. فإذا تذكر قبل أن يسلم يسيب الركعة يسجد السجدة، وبذلك تكون كملت عنده الإيه الركعة الأخيرة، فتصير إيه أولى، ويأتي بإيه بالركعات الثلاث الأول. نعم، وضحت المسألة يا شيخ؟ طيب، بطلت الصلاة كلها. لو تذكر بعد السلام بطلت كل الركعات الأربعة. راح أهو الشيخ بيقول أهو: بأن يسجد سجدة إن لم يسلم إلا بإيه؟ فإن سلم بطلت الإيه الصلاة بأربع ركعاتها.
طيب دي مسألة. المسألة اللي بعدها: وإن ترك ركنا من ركعة وعقد التي بعدها رجعت الثانية أولى ببطلانها. دي قاعدة مهمة جدا في كل الصلوات يا مشايخ. إذا أنت ركعت ركعة في الصلاة ودخلت في الركعة الثانية وقبل أن تعقد ركوعها ركوع الثانية تذكرت أن الركعة الأولى راح منها ركن، راح منها إيه؟ في استطاعتك أن تتدارك هذا الركن، تنزل إن كان سجود تسجد، إن كان سجدة أولى أو ثانية، إن كان قراءة، المهم لك أن تتدارك الركعة الأولى، وبعد ما تخلص الركعة الأولى تبتدي تكمل إيه؟ تبدأ بالركعة الإيه؟ الثانية من أولها. لأن كل ركعة لم يعني فات منها ركن من الأركان تبطل إن لم يمكن تداركها. فإذا تم الركوع من الركعة الثانية فات تدارك الإيه؟ تدارك إصلاح الأولى فتبطل خلاص، ما دام ركع بالركعة الثانية ورفع رأسه منها انتهت الركعة الإيه؟ الأولى وصارت الإيه؟ الثانية أولى. نقول تاني الحتة دي، دي قاعدة مهمة بشأن في كل الصلوات. شخص ركع الركعة الأولى وبعد أن رفع رأسه من الركوع والركعة الثانية تذكر أن الركعة الأولى راح منها ركن، سجود، ركوع، قراءة فاتحة، ماذا يفعل؟ بطلت الإيه؟ الأولى، وانقلبت الركعة الثانية إيه؟ أولى. وبعدين هيلزموا فيما بعد سجدتين للزيادة، لأنه هو فيه ركعة ناقصة يعتبر زيادة. واضح يا مشايخ؟ حد عاوز حاجة في الحتة دي؟ سهلة هو. نقولها تاني أهو: إن ترك ركنا من ركعة وعقد التي بعدها، كلمة عقد يعني أكمل ركوعه، رفع رأسه من الركوع، كلمة أكمل يعني إيه؟ رفع رأسه من ركوع الركعة إيه؟ الثانية، رجعت الثانية إيه؟ أولى ببطلان الإيه؟ ببطلان الأولى، بترك الركن منها وفوات التدارك بعقد الثانية. إذا تذكر هو في حينحني للركوع أو انحنى فعلا لكن قبل أن يركع الركوع كامل، يعني في إمكانه يتدارك الإيه؟ إصلاح الركعة الأولى. لا، خذ ركوعه ورفع رأسه من الركوع انعقدت الركعة الإيه؟ الثانية، وبطلت الإيه؟ الأولى، وصارت الثانية إيه؟ أولى. نعم. أيوة. أيوة. نعم، إذا أمكنه. ما هو الشيخ بيقول لك أهو، هذا الكلام أقوله لفز وإمام. خاف دي مش عندنا. هو الآن أمام رب العالمين، الآن أمام رب العالمين، يوم ما يدخل الخوف الناس في قلبه خلاص تنفعش. لا، المطلوب مني أنه كما قلت لك إذا لم يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية يعتبر لا زال في إمكانه تدارك ما فاته في الإيه؟ في الركعة الأولى. لا، ممنوع السلام كمان، ممنوع. ولا تبطلوا أعمالكم. لا يا حبيبي،
ولا تبطلوا أعمالكم. الإنسان اللي عمل عمل بوجه الله لا يجوز له إبطاله. آه. ذكروه بعد ما خلص الصلاة. في هذه الحالة الركعة الأولى انتهت بطلت اللي راح منها ركن دي، والأولى الثانية تبقى أولى، والثالثة تبقى ثانية، والربعة ثالثة، ويأتي بإيه؟ بركعة يكمل بها. أي نعم. نعم لا 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 بالشرط ألا يطول الفصل. وشوف كده هو لفز وإمام، وتنقلب ركعات مأمومه تبعا له. المأموم تابع لمين؟ للإمام. وسجد قبل السلام، دي قاعدة برضو، إن نقص وزاد وبعده إن زاد. دايما في عند المالكية بيقول إيه؟ إن كان نقص يسجد قبل السلام، نقص وزيادة يسجد له قبل السلام، زيادة محضة يسجد له إيه؟ بعد السلام. وكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية. واضح أظن من خلال القاعدة بتاعتنا هو. ترجع الثالثة إيه؟ ثانية بطلان الإيه؟ أيوة. طيب وكذا ترجع والرابعة ترجع ثالثة كالمعتاد، نفس الترتيب. مفهوم فز الإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه، يعني المأموم تابع للإيه؟ للإمام، ما فيش مشكلة بالنسبة له. بل تبقى على حالها لأن صلاته مبنية على صلاة إمامه، فيأتي ببدل ما بطل على صفته من سر أو جهر بصورة أو غير صورة بعد سلام الإمام. يعني إذا هو فاتته ركوع وراء الإمام وما قدرش يجيبه، حنتكلم عليه برضه، أو فاتته سجدة ولم يأتي استطيع أن يأتي بها وهو وراء الإمام، بعد ما يسلم الإمام يقوم يجيب إيه؟ ركعة كاملة بدل الركعة التي نقصت منه أو نقص ركن منها وهو إيه؟ خلف الإمام. بالنسبة للمأموم الموضوع سهل. طيب القضية اللي عندنا الآن ما عندوش يعني يقين، شك في سجدة لم يدر محلها، بيصلي ثلاث ركعات أربع ركعات، وتذكر أن في ركعة من الركعات راح منها سجدة، يا ترى في الركعة الأولى، يا ترى في الركعة الثانية، يا ترى في الركعة الثالثة، يعمل إيه؟ سجدها في الركعة اللي هو منها، يكمل الركعة اللي هو منها، إذا كان في الأخيرة يأتي بالسجدة في الأخيرة وبتكون سلمت له إيه؟ ركعة، ويأتي بالإيه؟ بالركعات الإيه؟ الثلاث الأول أهو. وإن شك في سجدة ولم يدر محلها سجدها مكانه الآن لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها، فإذا سجدها فقد تيقن سلامة تلك الركعة. أصبح عنده إيه؟ الحاجة المطمئنة لها ركعة واحدة بس سليم. طيب واللي قبلها؟ طيب دي ركعة السليمة الواحدة، واللي قبلها كل محلش. وصار الشك فيما قبلها، صار الشك فيما إيه؟ قبلها، فلا بد من إزالة الشك، وحينئذ فلا يخلو أما أن يكون الشك في الأخيرة أو غيرها، فإن كان في الغير الأخيرة فسيأتي الكلام عليه بالتفصيل، أما إن كان شكه في الركعة الأخيرة، ولو أتى بالفاء التفريعي ده كلام الشيخ يعني،
فإن حصل له الشك في تشهد الركعة الأخيرة فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة بالفاتحة فقط لانقلاب الركعات في حقه، إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث، يعني هو الركعة الأخيرة اللي حصل فيها الشك، حصل فيها الشك دي سهلة، يأتي بركعة بفتحة، بركعة بإيه؟ نعم يا سيدي، احنا قلنا هو تذكر في الركعة الأخيرة أن يعني في خلل فيها، قد يكون في الركوع قد يكون في سجدة من السجدات، والآن هو في التشهد، الآن هو في إيه؟ التشهد، يعمل إيه؟ يقوم يجيب ركعة بفتحة، وبذلك تكون صلاته تمت ما دام الشك فين؟ في الركعة الأخيرة، ما دام الشك فين؟ في الركعة الإيه؟ الأخيرة. لا ده احنا لا ما دخلك في الصورة دي الأول، حكاية الركعات الأول حنتكلم عنها، لكن الآن هو الشيخ بيقول إيه؟ حصل عنده شك، يا ترى الشك في الركعات الأول ولا في الركعة الأخيرة؟ فجاب الكلام في الركعة الإيه؟ الأخيرة اللي سألناها سهلة. دي سهلة، أقوم أجيب ركعة بفتحة وبذلك أكون سلمت عندي إيه؟ سلمت الركعة الأخيرة دي. طيب أيوه لا ده يجيب ركعة كاملة، الركعة كاملة، لأن المأمومية لا تحسب له إلا إذا أدرك الركوع مع الإمام. يا مشايخ سؤال مهم، يعني أنا كرجل أدركت الإمام في السجدة الأولى أو السجدة الثانية، لما أنا أحب أكمل أعمل إيه؟ لازم أجيب ركعة كاملة. ليه؟ لأن أنا ما دام فاتني الركوع مع الإمام، وبذلك تكون ركعة كاملة فاتتني، فآتي بركعة كاملة بدل تلك الإيه؟ الركعة اللي أدركت منها السجود الأول أو الثاني. حتى ولو لم يكن قد قرأ الفاتحة، إلا إذا كنت أنت على رأي الإمام البخاري. الإمام البخاري له رأي في الحتة دي، بيقول يعني الفاتحة دي إذا فاتته مع الإمام لابد أن يأتي بركعة كاملة عشان يقرأ فيها الإيه؟ الفاتحة. نعم يا سيدي. هو اصلا ما دام دخل وراكم صار مأموما، والمأموم لازم ينتظر حتى يسلم الإمام بتاعه، فكان مطلوب انه يجلس ينتظركم لغايه ما ايه تخلصوا الرابعه ويسلم معاكم ويقوم يكمل يجيب صلاته الثانيه. في مذهب مالك نعم هذا ما ينفعش. نعم في مذهب ان ينفعله الله اعلم، عاد انا على علميات على قدي، علمياتي انه هو ما دام دخل مأموما لا صار سجين للامام، كل المأمومين صاروا مساجين للامام، لا يجوز لهم ان ينصرفوا عنه الا بعد ما يسلم الامام، حتى لو بطلت صلاتهم، يعني لو واحد مثلا حصلته مثلا فساء ولا دراط ولا مش عارف ايه في اثناء الصلاه يظل على صلاه باطله حتى ينتهي الايه الامام، ثم الا اذا كان الوقت ازف ولو انتظر حتى الوقت يخرج، هذه ضروره، لكنه صار المساجين الامام
لا يجوز له أن ينصرف إلا بعد سلام الإيه؟ حتى ولو كان على صلاة باطلة. لا لا لا، يظل على صلاة باطلة.